يقول صدري ضيق جدا ماذا أفعل؟ هذا التضييق الصدر يكون من أحد أمرين أو من كليهما. الأول قلة الطاعة، الثاني كثرة الذنوب والمعاصي. قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكثرة المعاصي تجعل الإنسان ضيقا حرجا كما قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكثرة المعاصي وقلة الطاعة تجعل الإنسان ضيق الصدر وكذلك ضيق الخلق في الغالب، ولا يستطيع أن يتقبل شيئا من أحد ولا غير ذلك من هذه الأمور. وعليه فإنه ينبغي عليه أن يفتش في نفسه وينظر في أمره، وأكيد أنه يعلم ما الذي يقصر فيه من جوانب الطاعة والعبادة وما الذي يزداد فيه بعدا عن الله عز وجل بكثرة النظر إلى هذه الشاشات والمحمول وما يكون من النظر في المسلسلات والأفلام والنظر إلى النساء العاريات أو غير ذلك من هذه الأمور. فبالتالي هذا يورث قلبه أنه كلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وأصبح أسودا واضح. وعليه يضيق عليه صدره ولا يعني يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل. واعلموا وفقنا الله إياكم أن كما أن للجسد غذاء فكذلك الأرواح لها غذاء. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فغذاء الروح ذكر الله عز وجل والقرب منه والطاعة وغير ذلك من هذه الأمور. ولا شك أن ما من أحد منا إلا ويوجد عنده جانب من جوانب التقصير، لكن يحاول أن يجبر مثل ذلك الأمور بأمر من أمور الطاعة والاستغفار والتوبة وكذلك الأذكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وفي رواية أخرى من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس استغفروا ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فالإنسان يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن يذكر الله دائما وفي جميع أحواله وشؤونه، وفي كما قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. واضح. فذكر الله عز وجل سواء كنت قائما أو قاعدا أو على جنبك فلا بأس من ذلك كله من أجل أن ترجو رحمة الله عز وجل. وأيضا عليك بالدعاء بأن يشرح الله صدرك لكل خير وأن يصرف عنك كل سوء وضر وأن يزيدك قربا إليه. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل الله الهداية والسداد، واضمر في نفسك هدايتك الطريق وسداد السهم، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكثر من الدعاء بذلك الأمور بهذه الأمور، وكذلك يكثر من الاستغفار والأذكار لعل الله أن يشرح صدره وأن يهديه سواء السبيل. والله أعلم.